السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمركب الضخم الذي يقع في بئر العاتر في المنطقة الشرقية الجنوب الشرقي للجزائر، واللي يعني متخصص في إنتاج الفوسفات، واللي يعتبر واحد من أكبر مركب لإنتاج الفوسفات في الجزائر، واللي فيه يعني إجراءات وقائية للحفاظ على البيئة، لأن هذه يعني صناعة تاع الإنتاجية تاع الفوسفات فهي يعني تضر فيه أضرار جانبية، لأن إفرازات تاع المركب. لكن في الآونة الأخيرة تم جلب وسائل تكنولوجية كبيرة مع شركة بتروجيل، هذه الشركة المختلطة الجزائرية الكندية، في ميدان حماية المواقع الصناعية من التلوث. إذن فيه عملية نتاع تطوير يعني الوسائل الإنتاجية في المركب، وكذلك لتفادي إفرازات مضرة بالبيئة. إذن فيه عملية نتاع تطوير يعني لمزير الإجراءات الوقائية يعني الحد من التلوث المحيط تاع المركب. نترككم تتابعون هذا الفيديو عن هذه العملية وكيفية تنقية الموقع نتاع المركب، والسلام عليكم.